فعاليات معرض كايرو اي سي تي 2016 في دورته رقم 20 برعاية افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللي شهد مشاركة كبيرة جدا من شركات الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات العاملة في مصر والجهات التابعة لوزارة الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات. انا طبعا اتشرف ان يكون في بلدي مؤتمر زي ده، في حاجات بالامكانيات ديت. انا شفت حاجات جديدة يعني بتسبق الحاضر. انا طبعا فخور ان مصري النهارده، انا فعلا فخور ان مصري. يعني هو المؤتمر بيتهيألي ان هو شامل جامع لحاجات كتيره، وبيفتح قدراتنا وكده وبيعرفنا اكتر. المعرض شهد تنافس كبير من جانب شركات المحمول في مصر، الشركات الثلاثه ومعاهم الشركه المصريه للاتصالات، واللي بتجري تجارب على خدمات الجيل الرابع خلال المعرض، وده لقى اقبال كبير جدا من زوار المعرض اللي قرروا يجربوا السرعات الكبيره جدا للفورجي. وقابلت وزير الثقافه كان هنا، وزير السياحه، حسيت ان مصر بتتقدم ان شاء الله يوم بعد يوم.